خذلك من الدنيا دروس وبتغرك ذي الفلوس ولا على غيرك تدوس دي شوف نهايتك مش تمام. خليك بسيط في دنيتك بالطيب امشي سكتك وارسم عليها بصمتك بتعيش حياتك يا سلام. شكله يجنن حسه يطمن حسنه خلاقي بنبول محلى الأخضر لمن يكتر يفرح قلبي كل يوم أكتر. نحقق حلمنا مش بالفلوس ولا الغنى ولا التخاصم بيننا بس بالمحبة والوئام. حوسي جوسي هاتف روسي أحلى كلمة في قاموسي. شكله يجنن حسه يطمن حسنه خلى جيبي مبول. حوسي جوسي هاتف روسي أحلى كلمة في قاموسي. محلى الأخضر لمن يكتر يفرح قلبي كل يوم أكتر. بالبصر ازرع وبات يجني الثمر زي ما يقولوا من صبر بكره ينول كل المرام. شكله يجنن حسه يطمن حسنه خلاقي بمبول. خمس سنين حوسي دوسي مستني فيها فلوسي. غيرت اسمي محمود. ايش انت زعلان؟ لا بس كذا قليل من الضايق يا اخي. بس اسمع محمود والله اني اسفه والله ما اسمه ده على المنشور اللي فعلته والله ما كانش قصدي والله اني يعني يا اخي اسمع هذه صاحبتي زادت علي والله قالت لي نسوي منشور. انت هبله
قالك صاحبتك تدهديه بك وانت تدهديهتي معي. يا محمود مش انت، مش انا قلت لك انه اني لما اكون متضايقة وضبحانة انه اني اكون اشتي هدر هدر اشتي هدر اشتي خرق اللي بقلبي؟ وانا قد قلت لك يا محمود كون اسمعني اسمعني، كون قل لي طيب وكذا وكذا. متأكدة؟ ايوه. طيب معك مريم فاطمة وسعاد داخل البيت؟ يا اخي ما يطيقونيش ما يطيقونيش، انا اش تهدر معك؟ انا اش تكون كذا اهدر مع احد يسمعني فهمني؟ طيب انا بقول لك حاجة، دول ما سمعونكش تروحوا ثاني الطباق داخل النت صلي على رسول الله بدي تكلمينا، انا بطبح منك مره مرتين بعدين بسمعك. لكن شمتي بنحنا، لكن سهل سهل ولا عليك. خلاص اسمعي انا بقول لك، انت لما تكوني من الان وصاعده متضايقه وبيقطيق وتجي تهدري وعارفك انك رغايه رغايه صح ولا لا، خلاص تكوني تعالي وهدري معي خذي اللي تشتي. من صدق؟ خلاص قد نحنا في بها اكيد من صدق. يعني اكون احضر؟ والله من صدق. خلاص لما تكوني تهدري تعالي اهدري انا معي بس ما تهدريش مع احد ثاني. يعني اهدر؟ اهدري وخذي راحتك. هيسمع هاتي شفتها هذاك اليوم؟ ايوه. ايش حصل واختك فعلات وسوات؟ بعدين اني ايش كنا بنتشاعف اني وهي بالشعور، وبعدين قامت ايش شلت علي المطيبه وقامت قدرتني. صدقني قالت لي يا ربحه. قالت لك يا ربحه؟ ايوه. وبعدين اني قمت زعلت، وبعدين شلت نفسي وحنقته. طب انا ايش ذنبي انا اسمع الكركسه دي كل الان؟ وبعدين انت ما سمعتنيش وانت تقول لي اهدري اهدري، واني ما قدرتش اهدر، وانت بعدين تقول لي انا مشغول انا ضبحان انا مشغول انا ضبحان. طيب انت متاكده ان مشكلتك كانت الهدره؟ كده كده نرجع زي زمان ونرجع ايامنا احنا. سعاد خلاص الان اقوم انظف لك غرفتك عشان تدخلي وهي نظيفه. يلا حسن قوم ساعدني. يلا يلا قوم قوم صفوا عادي، زياده الخير خيرين. اما سعاد بتنام عندي بغرفتي، حد عنده مانع؟ لا ولا اي اعتراضات، احنا بعدك يا قياده شليه. اشوف اخوانك ساكتين، ايش في؟ ولا عاد في كلام بعد كلامك يا والده. ألف مبروك يا سعاد، مبروك على الحمل يا حبيبتي. الله يبارك فيكم كلكم. أشوفك ساكت يا حسام، إيش عندك مانع؟ لا أبدا، اللي تشوفيه أمه أنا بعدي. يلا يلا حبيبتي يلا. يلا. يا فرحتك انت. فرحان. الحمد لله سعاد رجعت. بالله بالله كيف لك صاحي؟ انا قد باقي لك قد رقت. اساسا انت زي الدجاجة ترقد بدري. مالك صاحي؟ متضايق. ايش؟ متضايق متضايق. انت الطيب مالك تمام، ليش في خير؟ ليش متضايق؟ شوفي احنا لازم نعدل الورقه اللي بيننا ونعدل الشروط اللي كتبتيها. ها خير ان شاء الله. ايش قد من هدره معك اليوم؟
يعني اسالك بالله بتقصي يعني كده تقربينا خمس سنين كزوج ليش؟ انا فرت تجارب فرفر انا فرفر انت مش فرت تجارب دي شروط ومبادئ مش انت ما تمشيش الا بشروطك ومبادئك وهذه شروطي انتقد وافقت عليها صح ولا لا؟ طيب انا وافقت عليها الان خمس سنين مش قليل خمس سنين يعني الواحد يحلم انه يكون في معه طفل وانه كده يحمل اسمه يعني مستويش يعني تقربينها فتره تقريبيه كزوج بدون طفل قدني اقول الموضوع في بخباره كبيره كريم نحن لا يمكن نجيب اطفال نهائيا يعني من حق للواحد يعني انه يكون معه طفل في حياته يعني ما يحقليش ان انا احلم لا ما يحقلكش انك تحلم هذه شروطي وانت وافقت عليها وجالس تفحررني الان وانت كنت عارف كل حاجه طيب انا عارف كل حاجه بس اقسم بالله العظيم انه هذا ضد صباح على خير أنا قلت ممنوع يعني ممنوع ويه هذون بناتي زي ما أختك بنتي طيب ملي بعتذر لي تعتذر لا حبيبي لما تعرف قيمة البنت اللي معك وبعدين تجيب هدية تعتذر زي ما الناس يلا بعدين بنفكر نتعامل معك ملي ما مستميش كذا طب خلينا نتفاهم معه بعطي له عيوني والله لا حبيبي تسلم عيونك ولا نشي منك أي تفاهم يلا بلا أمشي طب شي طمع نونو بلا نونو بلا لواك مشي وانا افدها لكم يما لو تدركم بين حناشكم بين حناشكم خيرات والله يلا واني كمان احبك اقول لك حبيبي ايش تحسي الان الدكتوره ما قالتلكش ايش من جعل بيني وبينكم يما كلموا فرح قالوا يمكن قد عاد ادخل في الشهر الثاني الله يقصفك يا حسام وي حبيبي تشتي حاجة أغمى نكحلك؟ والله ما في نفسي حاجة يما بس إذا خورت شي ولا شي أكيد عاد أكلمكم من معي غيركم يا حبيبي أنا إذا الثلاث ما يمشيش معي أنا الآن بقوم أصلح لك حاجة تأكل إياها مش مسألة خورة الله يحفظكم يما وما يحرمني منكم يا رب شاب ارتاح وكل تفاح خلى المعدة تتبسم خلى المعدة تتبسم من بعد كفاح وأرض سلاح خاف الموز لو يادم أخاف الموز لو يادم تخفيضات ما نسي صلح سيارته ببلاش يا أخي ما أفكارك يا أخي شمت بناء عند الناس إيش بيقولوا بالله عليك بيقولوا دي ورشة ولا مخبازة يا أخي خلي عين جمع زبائن عمنا بيجي وما فيش ولا زبون بالورشة بيعلق نحن أنا وأنت يا أخي عادي حتى لو وقع عمك قل له ما في الزبائن الناس ما عاد تهتم بإصلاح سيارته تهتمش إصلاح سيارته خرج شوف الورش اللي جنبنا شغالين وزبائن أمورهم طيبة ما فيش إلا نحن بس قاسين زواقات معنا ما عقبناش الكلام مش تلمح ما لمحش ولا حاجة تفهمناش غلط بس أنا قصدي اتصل بالزباين قول لهم إنه نحن عاملين تخفيضات يا أخي اسمع شوف أنا بقول لك حاجة أنا ما أقدرش أسوي أي تخفيضات أنت قدك عارف وبعدين قدرنا أنا أشتغل بالورشة حتى داخل واس أروق إنه نحن معانا نحن ورشة تعالوا صلحوا ها ما حد حتى رضى يقول لي بكم تصلحوا الماكينة بكم تغيروا الزيت بكم تصلحوا بمب البترول ورشة تعبانة أنا بصراحة إيش يفتح لي ورشة كبيرة يا أخي إيش إمكانيات أشتي كل حاجة إلكتروني شوف سألك بالله شو وقت الفشخرة حقك هذه والشطة نحن أجينا ناكل عيش أوف من صاحب الورشة واقي يا جماعة فين البيت حق اليوم؟ فلوس إيش يا غالي أنا شهر بلا فلوس أخوك غدا وشوف البرات اللي بالورشة كلهم بيت الجيران غدايا عليهم يا
يا حيا يا حيا في الغالي. والله انا دائما اذكرك يا سيد الناس. هي الفلوس موجوده بس اعتقد لو تجي بكره بتلاقيها كلها جاهزه. لا ابي اجي قال اليوم اجي اشيل البياس. يا بلو انا بردت السامان. طيب هو ابوك يشتري لي الفلوس. طيب ما فيش مشكله. اسمع ايوه اسمع شوف هذه ايوه هذه 5000 يعني شلها حق اليوم وبعدين الباقي باجيب لك. 5000 هذه 5000 اشتغلت اليوم كله 5000 حق ايش دي؟ اخي والله والله انك قال حبوب الله 5000 ريال في اليوم كله اشتغلته 5000 ريال؟ انا بكلمها بي انكم اشتغلتوا اليوم كله 5000 ريال. هذا البياس ما 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 ماش معين حتى اشوف الكشف يعني ماش فلوس. انا بشوف الكشف. 1000 ريال 1000 ريال كم 5000 يعني 6000 ريال اشتغلت اليوم كله. بالله شوف لي لو لقيت 2000 مع اخوك يا بلا اكل شوفه بلا غدا. ايش تدور؟ دور 5000 دور بياس. ما في شفت الكشف فاضي ما في شغل. انا بروح اكلمها بين. ها انا بروح اكلمها بين انه 5000 ريال اشتغلت اليوم كله. انا بروقهم. ها ما لك تعال بقول لك انا وي تعال روح له. اللي قلت يقول لك روح له وي. هذا انا اقول له رجال صار احنا بنو يعني هنا غايب غايب يا محمود دقيق ابلغ ان احنا سرايح غندر تيكر وانا اخذك داري ما عاد اعرف شو صوت البنات معليش حتى ولا البن كبيره. خلاص حبيبي بس انت لازم ترجعي لي عشان اشوفك. مع السلامه. مالدي مالكش دخل بالناس كوني دقي الباب قبل ما تدخلي. تمام من البنت برا قالت انك دقيتي الجرس دخلت. مالك يا مريم؟ والله ما اقول لك الا خير. الرجال الشي يخلف زي حسام وسعاد طلع له قرون. وانت ايش اللي مانعك؟ الليد محترم وابن الناس يكفي انه ما دخلش معك باي مشاكل للان. مش زي زوجات اخوانك كل يوم معاهم مشكله. حتى اني هو كل يوم مشاكل مع بعض بس يعني على الاقل كريم طيب. والله لكن موضوع خلفه الان نهائيا خالص ممنوع. ايش اللي براسك؟ من حقه انه يجيب جوهر وهذا حلم كل واحد فيكم. لو في تاجيل لسوا مع بعض وتفاهموا وقرروا. لا انا يعني في بشطاف الصدق مش وقت خلفه. اني عادني ما حققتش احلامي. احقق احلامي بعدين موضوع الخلف على الله. مريم انت تحبيه ولا لا؟ بصراحه رجعتي ما تنفهميش. انت بتكون الزواج زواج مصلحه اكيد. لا بس يعني انا فاك توي تدي سوا عدلي ما فاك تحت نهدي سوا. هاي هلا هلا. تمام ايش بتفعلي اليوم؟ افعل رصان ولا دقاق. بصراحه ريحه المطبخ مدري كيف احس بطوني قد بتفعلها كذا امي. او 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 مواد المزايده مواد المزايده يا اختي. الحلم كلهم حبلوا ولادهم او مو في بيك. يا ناس البيت هذا مشيش عدي على خير. يا ناس انا جالسه ساكته وهي قاعده تتحرش فيبي. الليل كل الحريم يحملوا ولاده. استغفر الله العظيم يا رب يا رب يا رب صبرني صبرني. والله انا مغطيه من الاكل. دي حاجة بسيطة. شكراً.
بصراحة الكيكة حالية، بس ايش دخلها بالاعتذار؟ دي خاصة بالمولود حقنا. سويت لك ابيض واوريو اللي يعجبك. حلو لونين يعني. الله عليك يا عصام يا ابو الافكار، اكيد الموضوع توم. توم وجيري بدالك وش وقت الناس يتصالحوا. خلاص يا بنتي سامحتي. خلاص اخر مره. اكيد اخر مره يا حبيبتي، ما عاد فيش مره ثانيه خالص. ولا بعدين بنكقفه ايش؟ بنكقفه ذهب الذهب بدل القشره دي اللي جابه. مش من قشره مالي، قشره راسي دير بعقلها. بس يا مريوما الهديه يا بنتي بقيمتها مش بوزنه. والله ما ادري ايش انه حبيبي حسام رومانسي لهذه الدرجه. طحين كيف انتظر والله نقطع الكيكه خارجونا. شوف الناس كيف رومانسيين، تحسك عند الكيكه ملا تماما. انا باجيب لك بس احنا مش قدامهم كذا. ولا عليك، من دي العين قبل دي العين، ليك هديه احسن من دي. بشري محمود. هدايا وحود ما فيش زيها، شفناهاش عمرنا كله. كلميهم يا مريم على الهدايا حقا. شنو الهدايا يا سلاك؟ انت شفتي وجه امي شداني من زمان؟ ودي الله يقابل الكتاب. ايش اسوي في الكتاب ده؟ على فكره انت ايش فاهمه؟ على فكره عمه الكتاب يعني الكتاب مهم في كل وقت وكل حين. سال شوف الكتاب حق اللي جبته لمحمود قراه واستفاد منه. ها؟ قريت الكتاب اللي ابيت لك من زفاف. الكتاب اللي جبت له مطروح بالرب. معلش. يا رب كتر بالحوادث، يا رب يا رب كتر بالحوادث والمطبات والحفار يا رب، عشان نتزوج ونشتغل. واشوف برسل الخشن حق ايش قالك. زي ما الله ما رزق محمود البطريق هذا الله بيرزقنا. الله كريم يا بين. همشي الحنية وانا احبك واموت عليك. انت بالنسبة لي حاجة كبيرة. أنا أحبك قد التساميس والبانات والمكاين. سهل يا رب، 3 كيلو صبر يا رب والباقي فرغوا على عبادك. يما يما بصراحة الخاتم يجنن. شكرا. كيف زوجك دوية صح؟ أكيد علشان كده حكرتني. أنا الكيكة بصراحة لذيذة. سامحونا بضطرنا نشيل لي والح الغرفة مشي يا حرمة. راح ينام. قدك أكلت نص الكيكة عدك ما تشي تطلع لها فوق. بس الهوارة إحنا شبعنا. صدقوا يا عيال والله هذا اللي منها غصة فتح البنت هذه قدمنا البيت وفيه. تصدقي يا ماما حتى أنا حبيتها قوي قلت والله وكانت موجودة. أيوه هذه فرحة صديقتي الصدوقة. صحيح كلام حقوقهم صحيح. لا واضح واضح صحيح بوجهك. ما شاء الله أنت ومحمود أكملتوا اللي إحنا الكيكة وأنتوا جالسين تصححوا كلامنا إحنا. كل أصير كل أدري بغى أجيبها الكيكة. خلاص شبعان. هدى مالك ضبحانه وساكته؟ افتهملي شتي هدري. يلا تمام يلا بسمعك. يلا هدري تفضلي. لا انا مش هدر انا اليوم ضبحانه. الله يرضى علينا وعلى والدينا. طيب ايش في؟ اختك كانت تتلاكع عليا، شكلها شايله عاده بقلبها مني. كانت تتلاكع عليا ليش انا اكلت الكيكه؟ لا يا الله مالي يا اختي
يعني اختي طيبه جد تضحك يمكن شيء تصافط، وبعدين انت ما تدريش ايش يعني تفحصي على الصغيره والكبيره، الموضوع عادي يعني خلي قلبك كبير يا هدى. الا لا الا شايله علي اختك، انت لا تقوليش فاهم انك حركات البنات، انا فاهمه حركات البنات، اختك عاد قلبي ورم منك شايله. لا يا الله يا هدى اختي، انا اعرف يا مريم يعجبك كذا، يعجبك تتصافط، يعجبك تضحك، انا اعرف اختي، اعرف طبعي اكثر منك، افهمينا. خلاص طيب يلا خلاص قومي بالله طفي لنا السراقات، خلنا احنا ننام، ما احنا الصبح شغل، وبعدين صاحب الورشه بيجي من السفر، ما اعرف احنا الطافه نتصاحل احنا وهو. ملاني عادني متحامقه. لا يا رب ايش في، يلا قولي ايش في الان. أنا حجزت لي ولك عند الدكتورة. ها؟ الله يا رب أنا وهذه الحرمة. مالك؟ مالك؟ إيش قبض الكلام؟ ليش حجزت عند الدكتورة؟ إيش اللي حصل؟ شي تمرضين إحنا؟ شي تميتين إحنا؟ إيش في؟ حجزت دكتورة نساء ولادة لي ولك. يا الله أنا وهذه الحرمة بتجنن بي قسما بالله. شي تودينا عند دكتور نساء ولادة؟ مالك أنت جننتي؟ إيش في يعني؟ ها أنت حامل؟ لا نشي نتأكد، ليش أنا دحين ما حملتوش؟ نشي نشوف العيب مني ولا منك. لا يا ربي وصلنا للكلام اللي ما يعجبش حد. ليش يا هدى الله يحفظك، يعني الواحد ما يفكرش بهذه الأمور، دي الأمور متعلقة بالله مش متعلقة بالبشر، وبعدين لما تكون إيش تسوي هذه الحاجة تكون استشيرين أنا، مش هكذا أنت بتطلعي لي الضغط. شوفي أصلا ليش سعاد حامل واني لا عادني ما حملتوش؟ أصلاً قاسات التاحة في اليوم لو تشوف كيف قاسة تسوي، أنا مغطية أنا مغطية أنا مغطية عشان ما تدخلش المطبخ. أمر الله، ربي إيش يا تحمل، أنا أقول لي لا لا تحمليش. شوف أنت قلت ما تتحملني، أنت ليش ما عاد تتحملنيش؟ لا شو أنت قلت لي هدري وأنا بسمعك؟ الله مستعان الله مستعان، أنا بل أنت دارية قم عاد اشتيش أبوها الورشة أنا بكرة. أسمعين أهدريه لما يوقع قلبك رفسي رفاس، هدري لما الصبح انا معك. الله يسامحك يا ابا مصلى ارحم خمس سنوات حنا احنا. تفضلي يا هدى. ايش تقول؟ لا لا ما اقولش حاجه، انا بس اتكلم اشوف السراق انه لاصي ولا طافي. تفضلي هدري. ما كلمتيش ابوك؟ ليش ايش قال لك؟ ما قال ليش حاجه، بس افتهم لي اني ما كلمتيهوش. اكيد ما كلمتش، ايش عاد اقول لك؟ أقول له إنك مديت يدك عليا، والله لو يدرى يا حسام الله يقلب الدنيا. أصلاً صح إن بابا بيبان عليه إنه طيب، بس لو بحاجة بس تضرني أو إن هي توجعني الله يقلب الدنيا عليها واطية. خلاص يا سعاد، دي سخافة مني وضيش والله، أوديك ما يتكررش مرة ثانية، وأساساً العيال هم اللي يرسلوا من حسابي. جالس مصر في كذبك يا حسام. خلاص والله حسام اعتبريها صفحة وطويها للأبد وما عبت انفتحش نهائيا. إن شاء الله يا حسام إني تكون آخر مشكلة في حياتنا. لا تكون آخر مشكلة، والله أكلمك بكل جدية، اللي واقف قدامك ده حسام جديد إن شاء الله. المهم الآن إذا جاء ولد إيش بنسميه، وإذا جت بنت إيش بنسميها؟ إذا جاء ولد إيش رأيك نسميه باسم أبوك صفوان؟ حلو. وإذا جيت بنت أسميها باسم ماما افتكار. حلو الكلام، بعدك حتى الولاد تشي تسميه افتكار، والله سميه افتكار. أيوه كده أضحكي. والله العظيم شو محزنك ها. دحين أسألك بالله مريم، أنت مش راضية تنازلي عن شروطك. أسألك بالله، مش بنفسك بنت كده تجري داخل البيت ولا ولاد يلعب من الصالة للمطبخ من المطبخ للصالة؟ إلا بس يعني مش وقت الآن. يعني عاد احنا نحن نحقق احلامنا، نحن نعمل المعرض. بس على فكره ليش دخل ده بالموضوع يعني؟ يعني كيف اشرح لك؟ ايش المنع ان احنا مثلا ايش؟ نبني مستقبل احنا، ها؟ نعمل المعرض. تبني لي اول شيء بيت جنب امي. نعمل مشروعنا الخاص عشان نعرف نصرف على ايه. على فكره انت كده جالسه تكبري الموضوع. انا على فكره اقدر اصرف على عيالي. طيب تمام، ايش المنع ان احنا يعني نعمل لهم حاجة حلوة ونضمن لهم مستقبلهم؟ مش كفاية أبي شحطتنا إحنا خمس سنين بزواج ولا كده؟ إيش تقولين هلا؟ مريم مريم
يا احمد سلامة. يلا حمولي محمود، صيح محمود.